الاعتداء الجنسي هو من أسوأ التجارب يلي بيتعرض لها أي إنسان، وبتترك أثار جسدية ونفسية مدمرة بتلازمه كل حياته إذا ما تم معالجتها بوقت مبكر. والاعتداءات الجنسية بتاخد أشكال عديدة مثل التحرش الجنسي، الاغتصاب داخل الأسرة أو خارجها، الاستغلال الجنسي، الدعارة، الإتجار، وحتى التزويج المبكر بمحل من المحلات يعتبر اعتداء جنسي. ومن أسوأ وأخطر الاعتداءات الجنسية هي اللي بتصيب الأطفال، لأنه الطفل إذا تعرض لتحرش أو لاعتداء جنسي أو حتى لفظي ما بيعرف أنه هذا الشيء بيشكل أذى أو تعدي على حقوقه أو على شخصه، عدا عن أنه الطفل ما بيعرف يعبر. لهيك نحن دورنا أنه نكون لسان الطفل ونقدر نحن نعرف ونكتشف إذا هذا الطفل عم بيتعرض لخطر أو هو بحالة مش مزبوطة أو بحالة مريبة أو بحالة للمتابعة. بيسعدني اليوم استضيف معي السيدة كلود بطرس الأخصائية والمعالجة النفسية. بدنا نتحدث معك سيدة كلود على موضوع العنف الجنسي من الناحية النفسية. أول شيء أهلا وسهلا فيك، أنا بيسعدني حضورك معنا كلود. شكرا. لأنه أنا أكيد أنه هذه الحلقة رح تكون كتير غنية ورح يكون الأشخاص اللي عم بيسمعونا قادرين يستفيدوا منها، والهدف منها أنه نعطي تيبسات للأهل تينتبهوا لأولادهم. طبعا. أول سؤال بدي أسألك إياه، نحن بنحكي على العنف الجنسي من الناحية القانونية، ولكن أنا بدي أحكي من الناحية النفسية، كيف بيتعرف العنف الجنسي من الناحية النفسية؟ نعم، العنف الجنسي مقسوم لقسمين، في التحرش الجنسي في الاعتداء الجنسي. التحرش الجنسي هو وقت يتم استغلال شخص ما، ممكن يكون قاصر وممكن يكون بالغ، يستغل جنسيا. كيف يعني يستغل جنسيا؟ يعني ممكن هالاستغلال يكون عن طريق الإغراء الجسدي، هلأ بنحكي شوي أكثر، أو البصري، أو حتى السمع الشفهي، يعني من سمع كلمات حلوين ممكن تتناول هالكلمات ألفاظ جنسية مؤذية مزعجة بتزعج الشخص اللي عم بتلقيها، هيدا اسمه اعتداء جنسي. إذا كان مثلا جسدي يلي هو عبر الملامسات على أعضاء جسم مختلفة، تدليع، تغنيج بطريقة إيحائية، كمان هيدا بسموه اعتداء جنسي. بصري، ممكن واحد يتعرى قدام شخص آخر بطريقة الغصب عنه، يعني هو موجود أمام أعين الآخر بطريقة مجبر أنه يقشعه هذا الآخر، إن كان طفل لنا أو إذا كان بالغ أو حتى إذا كان مراهق، ممكن يقوم بحركات جنسية مزعجة للي عم بيشوفها. وكمان ممكن تكون تعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء هلأ كتير كتير شائع وعم بيكون كتير خطر، وللأسف عم بيطال كتير الأطفال، لأنه بتعرفي يعني هو مادة دسمة هيدي الشغلة، سو عم تكون سهل. كتير خطرة فعلا. سهل، هو مثل ما ذكرتي إذا بدك التنمر الإلكتروني أو استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني بصورة عامة، هو هلأ صار من أخطر الوسائل. هيدا إذا لسه ما حكينا على العنف اللي بيصير بعرض صور الأطفال وحتى الإتجار بالأطفال، عرض صحيح. صورهم للبيع، وهيدا بحد ذاته موضوع تاني. طبعا خلينا بس كنا عم نحكي فضل. عن التحرش، خلينا بس شوي صغيرة نحكي عن الاغتصاب، وهون بتبقى الاشياء شوي اقوى واصعب، لانه هون بيصير في علاج عبر طرق مختلفه للاسف، وطبعا بطريقه كمان مجبور يعني الشخص يتمم اللي عم ينطلب منه من قبل المعتدي، ان كان علاج عبر المهبل او شرجي او حتى فموي. سو هون بنكون نحن عم نحكي عن الاغتصاب الجنسي، وهون طبعا القانون بحاكم على هذا الموضوع بطريقة مختلفة أكثر. كلود، في سؤال حب هيك نفهمه أكثر، ليش الإنسان بيغتصب أو بيتحرش؟ يعني خلال النزاعات المسلحة المرأة هي سلاح حرب، في لها أهداف معينة. العنف الجنسي اللي بيصير، طب العنف ضد الطفل، يعني لما بتحرش وبطفل طفل صغير، يعني طفل مش ضروري يكون عمره 10 سنين، بنحكي يعني بنحكي عن طفل عمره 4 سنين أو 5 سنين أو 3 سنين، يعني للأسف. ليش يعني شو اللي بيدفع الإنسان أنه يتحرش ويغتصب، وشو النتيجة اللي بيخدمها من الفعل تبعه؟ نعم، أصلاً خلينا نحكي بالأول عن شخصية المعتدي. هي شخصية غير سوية، إنسان غير سوي.
يحمل في طيات نفسيته بعض سمات الشخص السايكوباتي، يعني مثل الإنسان اللي ما بيشعر أبدا بالذنب، عديم الأحاسيس، يقوم بفعلته بدم بارد، بحس بالانتصار عند انتهائه. هلأ ليش هو عباله يعمل هيدا الشيء؟ أكيد عنده جويسانس، يعني عنده نشوة بياخدها من هيدا الفعل، لا أمراض نفسية معينة موجودة داخله. وأكثر شيء اللي بحسسه بالانتصار هو أنه يقدر يستفرس بفريسته، خليني أقول، ويقدر يتمكن منها بشكل كتير كتير قوي، ويشوفها أنه هي فريسة ضعيفة قدامه. عم بقول فريسة، ما عم بحدد جنس المعتدى عليه. دونك هو إذا بدك هيدا الهدف الأساسي. طبعا في إشياء تانية ممكن تدفع انه يصير في هالتعدي الجنسي او الاغتصاب، هو الكبت الجنسي او الاذى بطفوله هالانسان يلي هو معتدي هلا، او حتى ممكن يكون هو تم الاعتداء عليه، وبنصير ساعتها عم ندخل بحلقه يعني بدايره اذا بدك بشان، بصير واحد يعتدي على الاخر والاخر يعتدي على الاخر، سو هون كمان في خطوره كثير كبيره. لذلك كثير مهم انه يتم الابلاغ، يعني الشخص اللي تم الاعتداء عليه وخصوصا اذا كان ولد، كثير مهم نساعده يخبر حتى تتقدم له كل المساعدات اللازمه تيطلع من هيدي القصه. اوكي، دونك هو بالاساس انسان غير سوي وعنده عوامل نفسية أخرى، سايكوباتية أو أحدى سمات الشخصية السايكوباتية يلي بتحسسه بلذة الاغتصاب، بلذة أنه يقشع حاله إنسان قوي قدام شخص ضعيف. في عندي هلا، لأنه عم نحكي على موضوع الطفل، سؤالين إجوا مع بعض. بس نعم. نحن لما بدنا نساعد الطفل يحكي، هو إذا كان طفل صغير لسه ما بيعرف يعبر وما بيعرف أنه هذا التصرف هو اعتداء. نعم. يعني لما بنعطى حبة شوكولا مقابل ملامسة أو مقابل فعل جنسي، اعتداء جنسي، صحيح. كيف نحن بنقدر نشرح لأولادنا؟ وهيدي هلأ بهالأيام كتير عم نسمع عن حالات كتير، يعني الأولاد اللي عم بيروحوا على المدارس هالأطفال، كيف نحن بنقدر نشرح لهم كيف يميزوا بين الفعل الصح والفعل الغلط، وكيف يقدروا يعبروا عن مشانه؟ كيف بدي أوصل لهم أنا هالفكرة كأم؟ صحيح. طبعا هو الموضوع رح يكون شوي صعب، خصوصا اذا كان الطفل كتير صغير، يعني 3 سنين وما دون. هلا 3 سنين وشوي اكبر، يعني بتبقى الاشياء شوي اسهل بصراحه. في شيء يلي نحن بمجتمعاتنا ما كتير بنلتفت له، وهي التربيه الجنسيه. هون يعني الدور اذا بدك بيوقع دائما على الام والاب، هيدا دورهم هن يعملوا تربيه جنسيه لاطفالهم. مش غلط انه يحكوا عن هالمواضيع بطريقه طبعا علميه، ممكن هون يستشيروا اخصائي نفسي او طبيب الاطفال يلي بيعالج اولادهم. دونك التربيه الجنسيه بتساعد الولد، او مهمتنا انه نحن نوصل للولد يعرف يحمي جسمه، يعرف يقول انه هذا جسمي لإلي، وما بحق لاي شخص اللي كان انه يلمسه انه يدقره. يعني لازم الولد يعرف انه هو عنده مساحه خاصه لإله ما حدا بيقدر يقتحمها. حتى نحن كاهل بعلاقتنا مع اولادنا ضروري انه ما كثير نلمسهم باماكن مختلفة من أنحاء الجسم، لأنه مثل ما قلنا قبل شوي بالطفولة المبكرة ما رح يقدر يفرق بين الملامسة الصحيحة والملامسة الخاطئة إذا بدنا نقول، أو هي شوي مرضية. دونك نحن كمان كأهل ما نلمس كيف ما كان، ما ندقر وين ما كان وكيف ما كان، حتى نساعد الولد يعرف يحمي جسمه، نوصل له هالرسالة إنه هيدا جسمك لإلك أنت، وما حدا بيقدر يصطعه، ما حدا بيقدر يدقره، لا حتى يعنفك جسديا، يعني حتى يوجعك ممنوع، او حتى يدللك يغنجك كمان ممنوع. سو بهدول الحالتين بصير يفهم الولد انه انا ما بقدر خلي حدا يقرب على جسمي. هلا في كمان حتى ما كثير الولد يصير عنده اذا بدك مثل فوبيا من هذا الموضوع، بنقدر نشرح له كيف بنقدر ندقر بعضنا بطريقه بسيطه اذا عم يلعبوا ولدين مع بعضهم، اذا اخت او خيده او ببعضهم، اذا اهل، اذا خال، قرايب، انا قصدي خال، عم، عمي، ولاد عم، كازنز، هيك كيف بنقدر نلقط بعضنا، ندقر بعضنا، بس بطريقه يلي هي بتكون اذا بدك بريئه، هيدا حتى ما يخاف الولد من حيلا حدا بيدقر بجسمه. كثير مهم انه بتربيتنا الجنسيه ما نعمل حاله فوبيا للولد. اكيد. اوكي. طيب، في ممكن يجي الولد لعند
امه او بيو يقول انه في شخص معين يمكن من احد افراد العائله او خارج افراد العائله اجى لمسه. نعم. ونحن بدنا نمشي باجراءات قضائيه او نحن بدنا نتاكد. بتعرفي لما بدك تتقدمي باي شكوى او اي اجراء بدك تثبتي. والتحرش هو من اكثر الامور يلي نحن صعب اثباتها، خاصه مع طفل صغير. يعني كيف بدنا نكون اكيدين انه اللي عم بيقوله صح، وكيف ما بدنا نخلي الكبير ما يكون عم بيتهرب يجرب يشرح بطريقه ثانيه، لانه لانه كمان اذا كمان بتقدري كمان توضحي لنا كمان بهذا الموضوع، العنف الجنسي او الاعتداء الجنسي مش ضروري بس يكون باليد، يعني بيكون عن طريق اللفظ، الحكي، العبارات اللي عم تستعمل. طبعا. اوكي، هلا كل ما كان الطفل صغير كل ما تكون الصعوبه شوي اكبر. ليه؟ لانه ما بيقدر يعبر. نحن كاخصائيين نفسيين بنستعمل اختبارات اسقاطيه من خلالها بنقدر نثبت اذا هذا الولد تعرض لتحرش او اي شيء ثاني جنسي او حتى كلمات او شو ما كان من وراء الاختبارات اللي بنمرقها، طبعا بالاضافه للمقابله العياديه وللرسمه. هلا اذا كان كثير صغير مثل ما قلنا قبل شوي ما دون 3 سنوات بدنا نشوف على جسمه، بدنا نشوف هو شو عم بيصير معه على الصعيد النفسي. فجاه صار عنده مثلا حالات قلق، بكاء غير مبرر، يعني هدول عم نحكي تحت 3 سنين. إذا بدك بعد شوي نحكي أكثر عن المؤشرات إذا ولد تعرض لتعدي تحرش جنسي أو لا. هلأ بركي بعد شوي. دونك من وراء الاختبارات نحن كمعالجين أو كأخصائيين نفسيين بنقدر نكشف هيدا الشيء. شو كمان قلتي لي؟ كنت عم بسألك أنه نحن كيف بنقدر نكشف هيدا الشيء، كيف بنقدر نثبت؟ لأنه أحيانا كمان مثلا بالمدارس نحن احيانا بنروح على المدارس بنعطي جلسات توعيه للاولاد عن حقوق الطفل وبنقول لهم يرسموا يعبروا، يمكن احيانا من خلال رسومات. طبعا. قديش هيدا كيف تعتمد الرسمه كمان؟ يعني كحضرتك كمعالجه نفسيه اذا اجى لعندك طفل والدته عم بتقول لك انه انا ابني عم بيقول انه تعرض لتحرش من قبل جارنا او من قبل حدا من افراد العائله، بتقول لك انا مش ممكن انه هذا الشخص يعمل، حضرتك كمعالجه نفسيه شو الطرق اللي بتعتمديها مع طفل؟ مش ضروري ناخذ تحت 3 سنين، خلينا نقول 6 سنين 7 8. نعم. بيروحوا على المدرسه، بيروحوا بيجوا بيحكوا. اوكي، بهالحاله بتكون الاشياء اسهل بكثير لان الولد بيكون قادر يعبر. اول شيء نحن بدنا نكسب ثقه الولد حتى هو يرتاح معنا ويقدر يحكي بطلاقه، تيقدر يخبر الاشياء اللي هو اصلا مفروض اذا تعرض لتحرش جنسي يكون المتحرش هدده، منعه انه يحكي، خوفه انه بركي رح يخبر عنه او خوفه انه رح يأذي حدا من عائلته. المهم انه نحن على فترات متكررة نشوف الولد حتى نكسب ثقته، من بعدها بنقدر نحن نمرق الاختبارات. وقبل بركي هو بيكون عبر يكون حكي، نحن كتير بنتكل على البارول على كلمة الولد، لانه الولد عادة ما بيجمل كلمته، ما بيجمل افكاره، يعني ما بيحضر افكاره، الاشياء بتطلع معه بطريقة تلقائية، وهيدا الشيء اللي بيطلع معنا بالاختبارات الإسقاطية، لأنه ما بيكون عارف شو رح يشوف وكيف عم بيعبر عن الأشياء اللي مطلوب منه أنه يحكي عنها. هون بتكون القصص أسهل بكتير. في رسالة خلينا نوجهها شوي للأهل أنه بليز ما يعملوا دنيا على الموضوع، يعني ما يعملوا حالة إنكار. لما يجي ولد يخبر حدا من أفراد العيلة إنه جارنا جارتنا ما بعرف مين عم بيقرب علينا بطريقة غلط، نحنا ما نسد الدينين عن هذا الموضوع، ما نقول إنه لا أكيد مش مزبوط والولد عم يتهيأ له، ممكن ما يكون عم يتهيأ له. خلينا نحط 50% افتراضية إنه هو عم بيألف و 50% صح، لكن نحن ضروري انه نتابع الموضوع ونشوف قديه هو مزبوط وقديه هو جدي، والا اكيد يعني بتكون الاشياء عم تتراكم. يعني نحن بالدنيا تبعولنا او بحاله الانكار ما بنكون عم نحل المشكله، بالعكس عم تتراكم المشكله اكبر وعم تتفاقم وتصعب. سو افضل انه ما نسد دينين عليها ابدا ابدا. اكيد. كنت حكيت حضرتك قبل شوي عم تحكي عن المؤشرات. نعم. يعني كيف الام اذا الولد ما حكي وما عبر ضلوا ساكت، بس كيف الام او الاب ممكن يكتشفوا انه في شيء غلط بابنهم او بنتهم؟ طبعا. اوكي، كمان عم نحكي عن الاطفال ما عم نحكي عن الكبار. دونك الولد دغري بتغير سلوكه، اول شيء بصير في عنده خوف، بالليل ما بحب ينام لوحده، في بكاء غير مبرر، في
في حالات قلق إن كان بالليل أو إن كانت بالنهار ما كانت موجودة فجأة صارت موجودة عند هذا الولد، في تراجع مدرسي أوقات كتير المعلمات هن يلي بلاحظوا إنه هذا الولد منه طبيعي، هيدا البنت ما عم بتشارك مثل ما لازم، حتى بالملعب ما عم تلعب مع رفقاتها، عم بيكون انزوائي أوقات الطفل، هالحالات الغضب يلي مرات بتصدر عنه إن كان ببيته أو إن كان بمدرسته يلي هي عادة ما كانت تصدر، أوقات في بيكون علامات على جسمه هدول بيبقوا اسهل أكيد. بس اوقات ما بيكون في علامات، مرات بيكون تعرض لاغتصاب كثير قوي، بيكون في ملابس ممزقه او ما بيكون في علامات دم غرمش او حيلا شيء ثاني، هدول كلهم مؤشرات، اوكي؟ هدول المؤشرات المرئيه بتبقى اسهل، بس النفسيه اللي ذكرتها قبل شوي هي مثل ما قلت لك من وراء هالسلوكيات يلي ما بتكون اصلا موجوده عند الولد وفجاه بتظهر، بصير يقول انه بطني عم يوجعني، بيروح عند الطبيب ما بيلاقي في عنده ولا اي سبب عضوي يخلي هالشيء بجسمه عم يوجع بطنه راسه ايده، هي بتبقى بس عم بجرب يوصل رساله بطريقه موجود. غير مباشره انه هو في شيء زعجه، في شيء تعبه، في شيء دخل على حياته شقلب له اياها، هدول كلهم عوارض الصدمه اذا بدك بنسميهم، هو اكل هالصدمه وعم بيعبر عنها بهيدي الطريقه. اذا انا بدي انقل شوي باخر قسم متبقي عنا نحكي شوي عن المراه عند الفتاه الكبار اللي بتعرضوا للاغتصاب. نعم. شو وضعهم بيكون، كيف التعاطي معهم وشو لازم يعملوا؟ يعني اذا عنا سيده عم تتعرض لاغتصاب سواء من فتاه سواء من احد افراد اسرتها او من الخارج، شو لازم تعمل؟ اوكي، هلا احد افراد الاسره عاده ليش بخبوا؟ يعني شوي عم نحكي عن سفاح القربه معتر. نعم. مزبوط، احنا رح يكون عنا حلقه كامله عن سفاح القربه ضمن هيدا الاطار، بس بدنا نجرب ناخذ النواحي. اوكي، دونك هلا هي اذا عم تتعرض من حدا من احد افراد الاسره عاده للاسف بصير في تكتم شوي على الموضوع لعده اسباب. البنت الشرقيه ما بتحكي لي، اول شيء بيتهموها انه هي شريكه بهيدا العمل، ثاني شيء قبل ما يتهموها يمكن ما يصدقوها، يحبوا انه ما يصدقوها، ثالث شيء بتخاف انه يصير في تفكك اسري، دونك هالعوامل الثلاثه بتخلي انه الصبيه او السيده او ما بعرف مين الانثى خلينا نقول انه ما تحكي للاسف. بس هون ضروري وبوجه هون رساله لكل اللي عم بيشاهدونا انه اذا حدا عم بتعرض ضروري يحكي شو ما كانت النتائج، لان هيدا حقها تحمي حالها وتحمي جسمها، واللي عم بتعرض لحدا ضمن اسره يحكي لغيره وغيره ضروري يسمعه، يعني كمان هيدا الرساله للناس المحيطين بهيدا الشخص، اوكي، اهله لهيدا الشخص. واذا كان عم بتعرض لاغتصاب او لتحرش من خارج المنزل كمان ضروري انه تحكي حتى ما يرجع يتكرر هيدا الشيء. عادة من سمات الشخص المتحرش انه بكرر فعلته، يعني هيدي اذا عملها اول مرة اكيد حيكررها تاني مرة. بالقضاء اذا بتعرفي ماتر اكيد انت انه مرات بيكون عم بتحقق مع احد المتحرشين فبيقول هيدي كانت اول مرة، وقليل حتى يكون هو صادق بهيدي الشغلة، عادة بتكون الشغلة متكررة، سو هي كمان ضروري تحمي حالها من اول مرة وتحكي. هلأ للأسف في بعض الحالات بتبقى هي بركة أول مرة كانت إنه عن جد ضحية، بس مرات تانية إذا تكررت بتكون هي الشريكة بهيدا الشيء اللي عم يتكرر يتمارس عليها، لأنه كأنه بمكان ما حبت إنه هي تضل عم تلعب دور الضحية، وهيدا الشيء أكيد بيكون خطير. متمنى إنه يعني السيدات أو الأنسات أو الأنثى ما توصل لهيدا المرحلة، كتير مهم إنه الأنثى تحب حالها بطريقة صح، مش تحب حالها أدنى من الآخر مين ما كان هذا الآخر، لأنه ليه عم أقول الآخر؟ أنا ما عم أقول بس المتعدى الذكر، لأنه ممكن كمان تتعرض لتعدي من أنثى تانية، سو الاعتداء منه بس محصور من رجل لأمرأة أو من ذكر لأنثى، يعني خلينا نقول أن بركة الأنثى تكون صغيرة، أوقات التعدي بيكون بين شخصين من ذات الجنس أو حتى ممكن يكون من أنثى لذكر، سو خلينا نكون هون واضحين بهيدي الفكرة. كمان بدي أسألك سؤال بالنسبة للتحرش الجنسي اللي بيصير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، وما أكثره هيدي عنا حالات كتير، وحالات بتوصل للانتحار وحالات بتوصل حتى للإتجار بالأشخاص، كيف شو دور الأهل هون بالمتابعة مع أولادهم؟ نعم. يعني كيف تخلق هالعلاقة، لأنه هالتليفونات وهالآيبادات
يعني فرقت، بعدت الأهل عن الأولاد، بعدت الأسرة، بطل فيها التواصل بين بعض. مزبوط، للأسف إنه صار كل حدا من فرد، يعني كل فرد من أفراد العيلة عم ياخد أو الآيباد أو التليفون تبعوله ويفوت بالموضوع للآخر، يسرح فيه، يعني يهتم فيه أكثر من شيء تاني. عدا عن التوعية اللي كنا عم نحكي عنها قبل، ضروري إنه الأهل من الأساس، يعني من أساس التربية، يكون فيها الكوميونيكيشن بيناتهم، يكون فيها الصراحة، يكون في أوقات يقعدوا فيها يتحدثوا مع بعضهم عن أمور مختلفة، ما ضروري بس عن أمور حياتية خطرة أو مهمة، في يكون أمور مضحكة مسلية. يعني لفت إنه في يتعود الولد إنه بقدر آخذ وأعطي مع أهلي، بقدر أحكيوني يسمعوني وهن كمان يحكوا لي، هيدا أول خطوة بنكون نحن خلصنا منها، وبركة هي الخطوة الأهم. تاني خطوة هي التوعية، مثل ما قلنا لما الأولاد يكونوا في علاقة حلوة بينهم وبين أهلهم، يعني فايتين بهالعلاقة الحلوة اللي كل واحد منهم متقبل التاني وكل واحد منهم بيسمع التاني، هن رح يروح يخبرون لحالهم من بعد ما يكونوا عملوا التوعية. وتالت خطوة هو إنه لو أنا كأهل وعيت ولادي ما بكفي، لأنه الولد ممكن يعني ينزلق، ممكن يعني يتعرض لتجربة، وكتير سهل على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصي بسن المراهقة. ليه؟ لأنه الولد المراهق بيكون هو عم بفتش على أشياء إباحية، يعني بصير عنده حب الاكتشاف أكثر من أنه ولد عم بفتش على لعبة. دونك هون ما بكفي بس نوعي، هون نحن كمان علينا كأهل نسأل، نتابع، نلاحق، نشوف، نطلع. يعني ضروري انه مش بس انا حكيت خلص دوري، لا، بدي تابع للاخر. شغله كتير خطره، يعني بتمنى هيدي الشغله او هالرساله توصل لكل الاهل، لانه الاعداد عم بتكون فوق الخيال كتير. فوق العقل. ما تنسى انه دائما يلي وراء الشاشه او وراء هالوسيله الاتصال التواصل هو شخص افتراضي، يعني ممكن يفرجينا عن حاله اجمل صوره بنتمنى انه نشوفها، وهو ما بنعرف يعني هو كيف بيقدر يتصيدنا باي سهوله. دونك عن جد العالم الافتراضي بعد اخطر بكثير من الناس المحيطين فينا اللي بنقدر نقشعهم ونشوفهم ونحكي معهم. كلود، الحديث معك ما بيخلص بهذا الموضوع، ولكن هيدي الحلقه عن جد عطت مساجات كثير مهمه للاهل وضبط على بعض النقاط. نحن وصلنا لاخر لحظات بحلقتنا لليوم. انا بدي اطلب منك بدقيقه او اقل من دقيقه تطلعي بهيدي الكاميرا وتبعتي المساج اللي انت بتحسي بعد هالحلقه حابه انك تبعتيه. اوكي، اول شيء بدي اوجه كلمه لكل اللي تعرضوا للاغتصاب وقل لهم او حتى للتحرش، انه ما تقصصوا حالكم، انتوا ضحيه، مفروض تحكوا، مفروض تعبروا، مفروض تصوروا حتى هذا الشيء يوقف وما ينتقل لغيركم. هيدي الشغله. ورساله ثانيه بدي اوجهها للاهل، هي بختصرها بكلمتين: تواصل مع الاولاد والمتابعه لاقصى الحدود، لان هن بحاجه لنا بكل لحظه، وخصوصي بهذا العصر يلي هو عصر كتير خطير ومليان بالاشياء اللي عن جد بتصوت حياه الانسان وبتعمله مشاكل نفسيه كتير كبيره. انا بتشكرك كلود، وبالختام مثل ما بنعمل على طول كمان رح ارجع عزبك هيدي الورقه، اذا بتقدري تكتبي لنا مقترح او خريطه طريق فيما يتعلق بالموضوع اللي حكينا فيه. ونحن باخر الحلقه باخر برنامجنا اكيد رح نستعرضه ونشوف شو الامور اللي بنقدر نتابع فيها. وانا بالختام كمان بدي اتشكر متابعتكم، وبدي ارجع اطلب منكم انه تراقبوا اولادكم. يعني صرنا بكذا حلقه بنقول انه انتبهوا، راقبوا اولادكم، انتبهوا لهم، ممنوع علاقه صداقه. اذا طفلك او بتعرف اي طفل، سواء كان طفلك او طفلك او طفل الجيران او اي طفل عم بيتعرض لعنف، ما حدا لازم يسكت، لازم تبلغوا، والا انتم تعتبروا شركاء. واذا انت عم تتعرضي للاغتصاب او بتتعرضي للتحرش او حتى للاستغلال الجنسي، اوعك تسكتي، اوعك تقولي انا ممكن انحبس، اوعك تخافي من المجتمع. خسرتي فترة معينة من حياتك، ما في ضرورة تخسري كل حياتك، وصدقيني في قانون بيعاقب وفي أشخاص بتوقف حدك، وفيك تتواصلي معنا على الأرقام اللي بينت بأسفل الشاشة. أنا برجع بتشكركم للمرة الثانية، وإن الله راد بشوفكم بكرة.